حصل بك الامر شيخ راشد الى حد القول انه الرئيس بن علي فرصه لتونس، يعني فرصه لكم ايضا. كل المعارضه تقريبا ايد بيان 7 نوفمبر لانه تضمن مطالبها. الرئيس زين العابدين بن علي سعى في بدايه عهده للانفتاح على الاسلاميين، اطلق الكثير من سجنائهم وغض الطرف عن عملهم. لكن الصدام كان منتظرا وطبيعيا بين رجل قادم من المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وراغب في فرض عهد جديد بعد رئيس قوي ومحبوب شعبيا رغم الخضات، وبين رجل اعتقد بأن الفرصة باتت مؤاتية لفرض الإسلام السياسي وربما للمشاركة في السلطة. وقع الانفصام والخصام. أعلنت السلطات التونسية اعتقال عناصر إسلامية نهضوية متهمة بمحاولة اغتيال بن علي بصواريخ ستينجر،